ودلوقتي الدور على لعبة ايدك معايا. اللي هيلعب معايا اللعبة النهاردة شريف واوزو. الموقف هو ان اوزو هيبقى مسعف بيحاول يسعف واحد مضروب في خناقة اللي هو شريف. لكن الصعب بقى في اللعبة ان اوزو ما يقدرش يستخدم ايديه، لان اللي هيلعب ايدين اوزو هيكون وليد. مستعدين؟ ها ها احكي لي ايه اللي حصل؟ اتلموا عليا كلهم في الخناقه ومسكوني كسروا عظمي كسروا دراعي. انا ساكت انا ساكت. حاضر حاضر. انا مسعف عصبي مدرك؟ مدرك يا دكتور. لما تيجي تقول لي انا تعبان اقول لك انا ايه انا انت عندك ايه؟ لكن ما تقولش انا عندي مش انا عندي لا تاخد الدواء بقى وتعالج نفسك. تمام تمام. هات ايدك. يا نهار ابيض. ايه يا دكتور؟ انت ايديك مكسوره. ما انا بقول لك ايديا مكسوره بقالي ساعه. حاضر 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 حاضر. الدراع وجعني قوي. قطع. طب ما بتكلمش يعني. ها عندك ايه؟ يا دكتور اتلموا عليا في الخناقه بقى. عرفت الجزء ده. جدد بقى ايه اللي حصل بعد كده؟ دراعي بقى كله من هنا من هنا كده مش حاسس بيه. ايوه انا اقول لك ساعتها ان الدراع مكسور. ما نقلفش بقى. يا دكتور دراعي وجعني. خلاص خلاص خلاص. بتحب الحقن؟ مفيش حد. تمام. هات بقى دراعك بقى كده يلا عشان اديك الحقن. يلا ها. دراعي وجعني قوي. خد الحقنه. حط. خد. ها بس يلا حلال عليك. يعني مش ممكن. مش هقدر بقى ايه يعني اسيب الجرح كده. لازم ايوه ايوه اطهره. لازم اطهر الجرح يا دكتور. لازم اطهر الجرح. بص بس حلو قوي عشان تطلع تحفه. حط منه. يا دكتور دراعي وجعني. ايه اللي انت بتعمله ده؟ تاني. ده عشان اطهر. ما انا لازم اطهر نفسي كلي. لازم اتطهر من ذنوبي قبل ما اخش اعمل لك حاجه. اتكلم في ايه؟ يلا يلا ايه اقول لك على حاجه؟ احنا نجبس الدراع. انا متهيألي من متجبس صح؟ تمام. ده جبس اهو شايفه اهو. جميل. هات دراعك بقى يلا. اهو دراع اهو. هات دراع اهو. دراع اهو. هات. بس. انت بتجبس نفسك انت؟ لعبه بموت فيه. عارف كنت وانا صغير اجيب الجبس اعمل منه بقى ايه قصر بقى وبالرمله وكده. ابويا كان دكتور وباكله. تحفه 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 قوي. تحفه قوي اللي بيحصل ده. جدا. انا بحب شغلي وبحب كل ادواتي. يلا دراعي دراعي مولع. انا نسيت اقول لك انا مدمن جبس. انا مدمن مدمن قوي على فكره. يا ابص بقى لازم نحط شويه ميكروكروم. ايوه ميكروكروم ميكروكروم. ايوه ايوه ميكروكروم ده بقى عشان خاطر ايه؟ ايوه قبل بقى ما نحط الجبس. ايوه ايوه هو ميكروكروم. بص أيوة. معلش انا غلبان اصلي. بص استحمل معايا. ايوه اهو استحمل أهو. معايا اهو استحمل. بعمل لك مفاجأة. دراع انا اللي وجعني. انت بحبك. انا مش هديك حقنه ولا هديك ميكروكروم. ازاي يا دكتور؟ كده عشان انا بحبك. اي حاجه دواء انا اخف انت تخف بس خلاص. تمام. مش انت قلت لي احنا اخوات؟ اخوات. واللي يحصل لي يحصل لك؟ يحصل لي. انا اخف. انت يحصل لك ايه؟ اخف. هتخف بس خلاص. دراعي ايه اللي بس خلاص دراعي؟ وانت بتحركه؟ مش عايز اتكلم. انت عندك دراع احسن من دراعي. مش ممكن. تشرب شويه ميه؟ ايه لا لا شكرا مش عايز. يلا لف عشان تاخد الحقنة. هزلت. نشيل وبعجب نفسي. نشيل. بص 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 دراعك اتصلح ازاي يا ابن اللذينة. سبحان الله. ده الطب الحديث. انا الجا ليه واجبس ليه؟ انا اخليك انت تصلح دراعك. صح. ده قلت. مالك بتعمل كده ليه؟ الموت علينا حق. انت بتعمل كده خلاص. انا عشت كتير. انا عشت كتير. ايوه انا عشت كتير ولازم. خد بقى دي. هات بقك. ايه رايك؟ ده ميكروكروم مخفف يعني اطفال. انت كلبه تقفش عليا. انت كلبه عايز تاكلي ماما. الدراع مكسور. لا والنبي والنبي لا.